سيد شوقي، ما أهمية تلك الصفقة سواء لقطر البترول أو لدولة الكويت، وما طبيعة بنودها خاصة وأنها اتفاقية طويلة الأبد؟ نتحدث إذن عن 15 عاما ضمن هذه الاتفاقية. أروان، هذه الصفقة وغيرها من الصفقات يعني لقطر البترول يعني على الدوام هي تعقد اتفاقيات طويلة الأمد مع شركائها الإقليميين والعالميين. يعني سنشهد خلال الأيام المقبلة كما سمعنا في يعني خلال الأسابيع الماضية، ستستمر هذا أو سيستمر هذا النوع من الاتفاقيات لقطر للبترول، ويعني وبالفعل هي يعني تلقت طلبات لعقود البيع وشراء الغاز القطري، كما ذكر وزير الطاقة يعني خلال الأسبوعين الماضيين أن طلبات الشراء لقطر للبترول لخطط التوسعات يعني هي ضعف ما هو متوقع. أهمية يعني الاتفاق أو الاتفاقية التي وقعتها قطر البترول وهي من يناير الماضي وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام المقبل، أنها تؤكد على الدوام بأنها شريك استراتيجي وشريك إقليمي موثوق به. لو لاحظنا لبنود الاتفاقية أن هنالك كبريات الشركات العالمية التي مثل شل وتوتال وغيرها التي يعني تقدمت بالطلب للحصول على هذه الصفقة، ولكن يعني كما ذكرنا سابقا أن قطر البترول هي يعني منتج مرن وتنتج الغاز بتكلفة أقل ولديها سلسلة إمدادات وتوريد موثوق بها. طبعا. يعني خلال 20 عاما مثلا على سبيل المثال مع اليابان لم تفوت الشركة ولا شحنة واحدة يعني خلال 20 الماضية. نعم سيد، بالتالي هذه يعني نتوقع المزيد من الصفقات يعني خلال الفترة. تمام سيد ناصر، يعني اليوم نحن في ظل تقلب